عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا الموتور طبعا نص كالبيدة نص حصان. طبعا حصل فيه مشكلة فاحنا جبنا واحد لينز، ده لينز 3/4 لينز ايطالي. طبعا وصلت له هون المواسير بتاعته، دي جلبة بسن خارجي، جلبة بوصة على 3/4 على حام، وطبعا مركب هنا شيك بلف. الشيك بلف طبعا عشان عدم رجوعه وتحضير للموتور في نفس الوقت وما يرجعش مية الخزان. ده معانا العداد اهو، طبعا ده محبس زي ما انتم شايفين. طبعا ما ينفعش ان انا كنت اغير الوصله دي لانها ماشيه في جراب مواسير، من اللي هي المواسير اللي هي الشريف اللي احنا شايفينها دي. فانا سلبتها من حديد لبولي عن طريق الجلبه اللي هي الثلاث ارباع اللي احنا شايفينها قدامنا دي، وبعد كده باخد كوعه 3/4 مع كوعه تانيه ونازل بجلبه بوصه زي ما احنا شايفين اهو. طبعا الموتور ده هو استعمال، بس يعني لسه استعمال الجديد، يعني ده تمنه عامل 1800 جنيه جديد، ده عامل 1100 استعمال بس ما اشتغلش كتير يعني زي ما احنا شايفين. ده 3/4 ايطالي. وصلنا طبعا طرفين الكهرباء ومفيش عوامه ولا في بالونه ولا جهاز فلوماك، لان طبعا هو شغال دورين اتنين بس، فمش محتاجين يعني المفتاح او الاوتوماتيك. وإن شاء الله كل يوم في جديد، وما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.